احنا في الاقليم ديال فيقيك احنا غادي نشوفوا التصريحات ديال الساكنه، احد ساكنه بنيت جيت غادي تحدث عن المشكل ديال الكهرباء. السلام عليكم. صباح الله. احنا من الساكنه ديال دوار سنم الجديد، عندنا واحد المناشده السلطات في الرباط ولا في وجده ولا في بوعرفه العامل ولا المهم اللي عنده شي عصا نيت كما كنقولوا عصا ديال سيدنا موسى اللي يحرك هذا المشكل هذا باش يستافدوا هاد الناس من الكهرباء. راه الناس هنا راه من 2010 هما كيدفعوا لهادشي ما كاين والو. الناس بغاو يبنيو ما خلاوهمش يبنيو، الناس بغاو يديروا اوراقهم يخدموا ما عطاهمش اوراق، كيقول لك غير صوب دير الدوسي كذا. الناس راه تكلفوا كان اللي سلف باش قاد ذاك الدوسي. فاش كتصادف مع املاك الدوله ديال وجده هي فاش كاين المشكل، خص تري قلنا هاد المشاكل هادو تعطي الناس الوريقات ديالهم اللي بغا يبني. الناس راه بغاو يحيدوا غير الحيوط ديال التراب يديروا في بلاصتهم الطوبيه يحميوا ولادهم. راكم شفتوا الزلازل اللي دازوا هاد الايامات هنا، راه وصلنا الصدى هنا، راه كاين اللي تشققات له الدار هنا في بني جيت، وراه ما كاينش اعلاميا ما كاينش كاع اللي مسوق لها ولا اللي قالها ولا اللي جبدها. راه حنا منسيين نيت فوق لواحد الدرجه ما تصوروهاش، منسيين ومهمشين لواحد الدرجه ما تصوروهاش. حنا المهم كان نشدو من السلطات يوقفوا معنا ويزيروا معنا يجيبوا لنا الصدو. راه الناس بغاو الضو، الدراري الصغار يشوفوا غير في البز، راه نهار السبت والحد كيقطعوا عليهم هنا الضو في الجماعه القرويه ديال بني جيت، كيبقاو تالفين غير نهار كيقطعوا عليهم من 7 الصباح حتى 3 د العشيه ما كيلقاو ما يديروا هنا كيتلفوا كاع. حنا راه مادا الناس ديال 10 سنوات هنا عايشين وما عندهمش الكهرباء وصابرين. راه الناس هنا دراوش، ديروا من حقهم وديروا من حق البز وجيبوا لعباد الله الضو ديالهم ورجلوا لهم الوضعيه ديالهم. وما راه المشاكل لا تعد ولا تحصى في هذا الاقليم هذا كامل. وشكرا جزيلا وكنشكروا الحضور ديالكم هنا.